شفتوا على المنظر، منظر بتشهي، وبنصحكم كلياتكم تذوقوه. هلا مو بس المنظر بتشهي، الطعمه بتشهي وهي مفيده، بنصح كل واحد يجرب على نفس الطريقه على نفس المكونات. وصحتين وهنا على قلبكم جميعا. يسعد مساكم جميعا، معكم جيهان ابراهيم. اليوم رح اقدم لكم نوع من انواع الحلا، طبعا مختلفه عن باقي الحلقات اللي قدمناها. طبعا هذا الحلا موجود عندنا هون ببيت كل بيت كردي عفريني، فمتوفر عندهم. فلنفترض اذا اجانا ضيف على غفله وما متوفر عندنا شيء بالبيت، فشغله ربع ساعه 10 دقائق بنقدمها وبتكون جاهزه وبنقدمها للضيف. فاليوم رح اعمل لكم نوع من انواع الحلو من الا سمسميه. السمسمية هي عبارة عن مكونين، عنا المكون الأساسي السمسم، وفي عنا دبس الحلو اللي هو دبس العنب من إلا. طبعا هون عندي جوز الهند، هاي للتزيين، وفستق الحلبي للتزيين عندي. ونحن بالكردي عم بيقولوا لها أوقيتيكون جيو، الاسم أوقيتيكون جيو، بالعربي بيقولوا لها سمسمية. أول شيء عندي دبس الحلو، كيلو دبس الحلو تقريبا بما يعادل 4.5 كاسات دبس الحلو. طبعا اللي ما بيحب الحلو زيادة بإمكانه يضيف المي، شوية مي، طبعا ما نكتر المي. هون عندي مقدار 6 كاسات يعني كيلو دبس حلو، عفوا سمسم. رح نضل نحركه أشوف إذا كمان بدها دبس ولا هيك كفايته. رح يكون بمعنى بهذا الشكل، هذا الشكل. طبعا دبس فيه كتير كويس، بس دبسه شوي سميك هلأ على الغاز. طبعا اليوم نحن بضيعة باسوطة وعم نصور وعن قريبين جوزي، فعندهم طبيعة كتير حلوة. طبعا هاي الأكلة، هاي نوع الحلو نحن بنعملها بالشتوية أكتر شي، لأنه بنعرف الإنسان وخاصة بأيام رمضان يعني طول اليوم منضل صايمين، بعد الإفطار واحد بيشتهي على الحلو. فأنا بقوم بعملهم لأولادي، لأنه أكلات الدكاكين صراحة يعني مثل ما بيقولوا يعني نبهونا من الأبيضين اللي هو السكر والملح. فلذلك أنا كل شيء حلو حتى بعملها على إيدي بالبيت، بس ما بكتر فيها السكر، وبعتمد أكتر شيء على النوع هذا النوع من الحلو لأنه مفيدة جدا، وخاصة للي معه فقر الدم والحديد. طبعا هلأ بإمكاننا ما نحرك دائما يعني كل شوي كل دقيقة، بس قبل ما ننزل ضروري يضل تم التحريك، لأنه بس غفينا عنه رح تعطينا طعمة المرارة. المرارة منين تجي؟ المرارة لأنه ما بيضل فيها دبس، إذا احترقت هيك من تحت شوي فبتتشرك معنا نوع الحلو نهائيا. طبعا هاي مفيدة يا أستاذ، ما بتعتمد على ما بضيف له ولا منكه. هلا في بإمكانهم يضيفوا جوز ولوز وفستق حلبي، في يعني هذا حسب الرغبة، بس أنا بحب أحافظ على الطعم والنكهة دبس العنب. قال لك قصة صارت معنا، أمي الله يرحمها، ماما كانت بالشتوية دائما تعملنا إياها. وشو صينية الفرن، نحن 15 نفس ما شاء الله، عندي 13 أخوة مع أمي وأبوي 15 ما شاء الله، قسما بالله صينية فرن. فمرة نحن قاعدين وإخواتي كلهم هيك قد بنتي يعني عمرهم من سنين 10 سنين وانت نازل، فأمي حطت عم تعمل عم تعجن تحط بإيدهم بياكل، فأخ من إخواتي ضرب اللي أكبر منه. هون ابوي وقف الله يرحمه، قال قوموا كلياتكم قيام، قومنا، حط الصينيه على الطرف، قال له تعا انت، حط الصينيه قدامه، قال جيب بريق مي وكاسه مي جنبه، حطينا جنبه، قال ما بيصير حدا يمد ايده، بدك تخلص.
اذا ما خلصت مالك قومي. نحن كلياتنا قعدنا جنب الصوبيا بزي وهو بلش ياكل وحده تنتين ثلاثه. ايه قال له يعني صينية معباية ليش لا تقدر يعني تضرب اخوك مشانه وبتكفي الكل وزياده. كثير بحبك انا. ايه فهون قاعد مسكين بالزاوية اكل وحده تنتين ثلاثه اربعه. إيه ما بيقدر الصينية معباية اخر شيء يعمل هيك. يوصل على تمه طلع على ابوي، اذا ابوي بيطلع عليه بيعضها هيك عضه صغيره، اذا ابوي ما بيطلع عليه بيوصل على تمه وبينزل. الله رحمه اجونا ضيوف فرج عليه. الله رفده. هلا بعد ربع ساعة شكلت عندي، طبعا إذا بدي أعرف هلا هيك كمية صغيرة بحطها هون، معلش ما عندي زبدة صغيرة بحطها هيك لأتأكد انه انزلها من على النار ولا لا، لتبرد لاشوف لتشكل معي التعجن وتشكل معي المنظر اللي بدي اياه مشان لاظبطه. طبعا نحن خلصنا قرب ننزل، هلا رح اتاكد مشان اذا نزلت اكون واثقه انه خالصه مشان ما الهي عنا، احطها على الطرف واتاكد. شفتوا رح تصير عنا هيك من ما صارت معنا هيك. طبعا طبعا هلا لازم واحد يحط ايده بالمي ويعمل. هلا صارت تشكلت عندي عجينه مسكت بعضها، وطبعا هلا رح نخليها تبرد شوي، ما نخليها تبرد كامل لانه من ما اذا خليناها تبرد كامل ما رح تتشكل معنا الشكل اللي نحن بدنا اياه. فينا نمد تحته هي نايلون تبعيت المغلف تحته ومنحط الحلو فوقه وفوقه نايلو ونقطعها على شكل هريسة. بس أنا على شكل أمي الله يرحمها بدي أعملها عجنة هيك على شكل الكبة، لأنه نحن كان كل شتوية أو كل ما نعمله على هذا الشكل نتحلى فيه. يعني طبعا نحن ريحناها هلا صارت 10 دقايق، لازم خلال هالعشر دقايق نضل نتفقد ما تبرد على المظبوط، يعني تكون في هي دافية مشان تتشكل معنا المنظر اللي بدنا نعمل فيه. هلا انا رح اعملهم هيك على شكل الكبة، فلازم تحط ايدنا كمان بالماي مشان ما تلزق تتشكل معنا. ما ضل كتير خلصنا، هلا بدنا نبلش نزين. انا طبعا ما برش فوقه، اللي بيحب يرش فوقه. هلا رح نعطيها اللمسة الاخيرة واللي هي نضيف عليها فستق الحلبي هيك. شوفي ديلارة طيبة؟ ذوقيها. صحتين وهنا. وهلا خلصت عنا طبق الحلو اللي بنسميها سمسمية وبالكردي اوكيتي كونجيو وإفطارا شهيا. طبعا بعد الإفطار كثير طيبة. نشتهي على الحلو، وصحتين وهنا على قلبكم وقلبنا جميعا. ولا بنقلكم باي.